فرع ديال الدار البيضاء باش في كل مره كل شهر واحد اللقاء تواصلي هذه المره كان الموضوع لانه هو موضوع اني واستعجالي بحكم ان مجموعه ديال الفنانين يعني عندهم واحد الخلط عندهم واحد الارتباك من مجموعه ديال الرسائل اللي تيجيهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في في اطار ذاك المشروع الاجباري ديال التغطيه الصحيه الخلط اللي عندهم هو ان مجموعه من هاد الفنانين يعني مسجلين ديجا في التعاضديه الوطنيه للفنانين اللي تاسست راه من 2007 ويعني وكل سنه يعني تيستافدوا بحال تيستافدوا من هاد التغطيه الصحيه ديالهم حاليا كاين هذا الخلط كيف تكلمنا عليه معتبرين الصندوق الوطني معتبر بان الفنان غير اجير بينما في قانون الفنان القانون الفنان يعني لا في الماده واحد حتى 10 حتى 20 كلهم تيقولوا بان الفنان هو اجير دونك خص كيف تنعرفوا يعني الاجير يعني تتكون اقتطاعات من من يعني من من الشركات اللي تيشتغل معها لان الفنان ما تيشتغلش راسو وتيربح الفلوس راسو مي الفنان حتى تتصل بشركه وتيشتغل معها بعقد محدد المده مرات يكون فيه شهر مرات ثلاث شهور مره اسبوع مره 15 يوم دونك في هذيك المده حنا كنقابة تناديو باش هاد الشركات هما تيكون عندهم اقتطاع ديالهم يقتطعوا التغطيه الصحيه ويقتطعوا التقاعد وهذا مشروع كنا قدمناه لوزاره الثقافه مده ديال سنتين دابا او ثلاث سنوات ولكن الوزاره يعني غير مباليه بهاد بهاد المسائل لان ممكن حيت كل مره تيجي وزير تيدير شي حوايج اللي تتبان هو صحيحه ولكن هي بالنسبه لنا احنا كنقابه لان احنا متبعين هذا الملف يعني سنوات هذه وحنا متبعينه احنا السباقين بالنداء باش يكون اه يعني اه يعني اه ما هو اجتماعي وهذه الخدمات الاجتماعيه تكون للفنان دونك فاهمين الملف اكثر اه تنجيو دابا حاليا متى تنلقاو هذا المشكل ديال ديال التغطيه الصحيه كاين مشكل كبير كاين الناس اللي خداو هما بعدا من البطاقه ديال البطاقه المهنيه من بطاقه الفنان الناس اللي عندهم بطاقه الفنان مشاو كلهم تيرسلوا لهم هاد الرسائل وتيطلبوا منهم باش يأديو و دونك كاين كاين اشكال عند الفنانين يعني بزاف ما فاهمينش بينما حنا كنقابه النادي وتنقولوا بان الفنان هو اجير وما دام اجير اذا خص تكون الاقتطاعات من 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 البلايص منين ت... تيخدم هو مستعد يدي التغطيه الصحيه ديالو مستعد يؤدي كل شيء ولكن ماشي بطريقه ديال باش تردني انايا غير اجير باش تردني مستقل انا لست مستقلا انا فنان وقانون الفنان واضح وباين والا ما كانش يدار هذاك القانون الفنان لكن يعني تصاوب وتعدل من من سنوات وهو خدام راه في 2003 خرج 2016 يعني اخر مصادقه كانت عليه اذا الا كان بهذا الشكل ها هو قانون الفنان تيقول هذا الكلام وانتم غتقولوا كلام اخر يعني بالنسبه تنشوفها خاطئة في نفس الوقت حنا في هذا اللقاء التواصلي غنتكلموا حتى على المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره لان عندنا راي فيه والوزاره او السيد الوزير والاغلبيه اللي صادقوا على هذا المشروع الاخير يعني ما خداوش بعين الاعتبار الاقتراح ديالنا احنا كنقابه اللي تنقولوا فيه بان بهذه الطريقه هذه اللي تصادق عليه حنا ما قابلينوش كفنانين وكنقابات راه هذه دي تنسيقيه ديال النقابات لان كلهم تيرفضوه لانه متعارض بتاتا متعارض كليا مع الدستور المغربي في بنود كثيره البند 25 بنود كثيره تتعارض مع هذا المشروع اللي اللي توافق عليه مؤخرا في البرلمان حنا بغينا المكتب المغربي لحقوق المؤلف يكون داوي الناس اللي اللي داوي يعني الناس اللي عندهم فلوسهم تم يعني هذو دا دا حقوق داوي الحقوق الناس اللي عندهم حقوقهم في ذاك المكتب هما اللي يكونوا عندهم مكانتهم داخل المكتب في التسيير وفي التدبير حنا ماشي ضد يكون معنا تكون معنا الدوله كشريك تكون معنا في في الحكامه تكون معنا في المراقبه بالعكس شي حاجه مزيانه ومحموده وحنا كنا كيف اقترحنا اقترحنا على اساس حتى بالنسبه في هذيك الهيكله الرئاسه كنا طلبنا باش يعني تكون بتعين بظهير شريف يعني عينه صاحب الجلاله هو عين الرئيس في كل مره والمكتب راه يتخاد من الناس ذوي الحقوق هما اللي يكونوا ممتلين اكثر اللقاء اللي كاين اليوم بمدينه الدار البيضاء هو مع مجموعه من المنخرطين من مكتب من الفرع ديال الدار البيضاء وكان المحور ديالو الاساسي هو بعض الايضاحات فيما يخص مشروع القانون ديال حقوق المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره واللي تم التصويت عليه في البرلمان بغرفته على علته للاسف وايضا ما يتعلق بالتأمين الأساسي الإجباري على المرض الذي فرض على الفنانين جميعهم بما فيهم الفنانين الأجراء بعقود محددة المدة وهم يعني الممثلون والموسيقيون والتقنيون والإداريون في مجال المسرح والسينما آه والتلفزيون وكذلك في المجال الموسيقي وهذا امر يعني نعتبره آه خرق لقانون الفنان لانه هذه الفئات ليست آه لا تمارس نشاطا فنيا يدخل في اطار الانشطه الفنيه المستقله يعني كعمل هو آه عنده تبعيه شغليه وله آه نصوص تنظيميه ينبغي ان تنزل في قانون الفنان والقانون والمهن الفنيه زياده على ان السير في هذه المنحه يهدموا اي امكانيه لتقنين العلاقه ما بين الفنان والمقاوله باعتبار الفنان أجيلا وباعتبار المقاول مشغلا مما يمنح امكانيه يعني لخدمه المشغل واحد الشكل هاد المشغل اللي كنعرفوا انه هو الاغلبيه ديالهم كيشتغلوا بطبيعه الحال بالدعم بالدعم العمومي ولذا كيبان ان هذا التوجه من خلال فرض وضعيه الفنان المستقل اللي كتعني ضمنيا فتح الطريق يعني ل يعني معبده امام الباترونا من اجل قهر الفنانين بالمال العمومي هذا هو التوجه اللي كيبان لينا حنايا من خلال هاد 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 الوضع أه ما كانش كيبان الوزارة الوصية وإلا ما كانش كيبان الحكومة فنحن نتأسف لذلك لأنه الأمر خصو شوية ديال, ديال 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 المعرفة بالطبيعة أه الخاصة للمهن الفنية بأنهم ليسوا كلهم مستقلين وكاين أنه النشاط الفني أصلا ينقسم إلى قسمين وأن الأنشطة الفنية التي تدخل في إطار العمل المستقل هو ما يصطلح عليه في طرح حقوق المؤلف والحقوق المجاوره بالمؤلفين لان يعني كيشتغلوا الحسابي بالخاص، اما المؤدين والتقنيين والاداريين فما كيشتغلوش الحساب بالخاص بل يشتغلون على حساب المقاوله وهذا ماشي فريق بسيط او عادي او يعني رجال مشرع وداروا بل داروا لانه هو القاعده الاساسيه التي تمكن كما سبق القول من تقنين العلاقه ما بين المقاوله والفنان وبدون هذا التقنين كان يعني ان ان يعني المغاربه كلهم كلهم فنانه بشكل مهنيين بشكل او باخر لان المقاوله يمكن يديرها اي واحد في حين ان العمل الفني ماشي بامكان اي واحد يديره